بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم في حياة جامعة فلسطين في ورشة العمل اللي بتتعلق بمشاكل الزيتون واللي بتناقش إن شاء الله مشاكل المجتمع المحلي. هذه الورشة طبعا بالتعاون مع الزميلة جامعة النجاح ووزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، وبتعاون أيضا وبتمويل مشكور من الإغاثة الزراعية. إن شاء الله بتكون ورشة مثمرة ومفيدة للجميع. طبعا أنا برحب بالجميع من المجتمع المحلي، من وزارة الزراعة، من محافظة طول كرم وغيرها، وأخذ الفرصة إلى أن نعمل السلام للوطن الفلسطيني ونقرأ الفاتحة عن أرواح الشهداء. تفضل. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا في رحاب جامعة العراقة والتاريخ في ربيع جامعة فلسطين التقنية خضوري، جامعة الدولة، في خضم هذا اللقاء الحيوي الذي يعكس مدى التفاعل البناء بين مجموعة من مكونات ذات علاقة أصيلة بالقطاع الزراعي، كما ويعكس عملكم جميعا بروح المسؤولية الوطنية التي تقع على كاهلنا جميعا اتجاه هذا القطاع. كما أود التأكيد على أهمية هذه الورشة كونها تعكس استجابة لحاجة مجتمعية واقتصادية ووطنية لما لشجرة الزيتون من مكانة ترتبط بالصمود وإرادة التحدي في ظل هجمة استيطانية شرسة تستهدف الكل الفلسطيني وشجرة الزيتون برمزيتها الوطنية. كما أود التأكيد على حرص الجامعة ومن منطلق أن تبقى مرتبطة بالصبغة الزراعية التاريخية للجامعة التي حملتها منذ البدايات، ونظراً للزراعة من مكانة في الحياة الفلسطينية على الانفتاح على حاجات المجتمع والتفاعل مع المؤسسات بما يخدم مسيرة التنمية بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص. ومن هنا يأتي الجامعة تهتم الجامعة بعقد مؤتمرات تتعلق بالزيتون انطلاقاً من مسؤوليتها اتجاه هذا القطاع الحيوي. في الإطار العام تحرص الجامعة على توفير الاستحقاقات المنوطة بها من بنية تحتية وتجهيزات وكادر بشري يستجيب لمقتضيات التطوير التي ترنو له الجامعة. وفي هذا السياق فقد وضعنا نصب أعيننا أن نخطو خطوات تستجيب لخصوصية الجامعة ومقتضيات التميز. وفي مقدمة هذه المشاريع تعزيز المرافق عبر وضع خطة لبناء مسبح نصف أولمبي وقاعة مغلقة تستجيب لحاجات الجامعة والمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات وتكييف القاعات الدراسية والمكاتب والمرافق التعليمية وتوفير الطاقة اللازمة بهذا القصور، سواء الطاقة الكهربائية أو الطاقة المتجددة. وضع نظام أكاديمي وإداري متكامل يضمن انتظام العملية الأكاديمية ويوفر للطلبة مزايا عديدة، ويضمن انسيابية العمل بيسر بين الحرم الرئيس والفروع، حيث هناك فرعين للجامعة غير المقر الرئيسي، فرع رام الله وفرع العروب. الإسراع في إطلاق المشاريع الممولة ذاتياً أو مدعومة. رفع مكانة الجامعة عبر فتح آفاق التشبيك في مجالات البحث العلمي وتعزيز استقطاب الكادر وفقاً لاحتياجات الجامعة وتعزيز منظومة الابتعاث وتطويره، فضلاً عن فتح برامج مشتركة في الدراسات العليا بالشراكة بين الجامعات الفلسطينية الشقيقة وكلية طلال أبو غزالة في الأردن.
في الختام أتمنى أن تترسخ هذه الشراكات في مختلف القطاعات، وأن تسهم مخرجات هذه الورشة في بلورة أفكار وتوجهات تعزز من حماية شجرة الزيتون لتبقى شجرة ذات مردود اقتصادي يشجع على تجنب إهمالها. كما أود أن أسجل عظيم الشكر لكافة الشركاء، وأن أخص بالذكر اللجان التحضيرية والعلمية على ما بذلوه من مجهود، والشكر موصول للإغاثة الزراعية لتمويلها هذا النشاط. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله ورشة تكون موفقة للجميع. الإخوة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات عطوفة محافظ ذو الكرم والموصولة بشكره وامتنانه لكل الشركاء والفاعلين الذين سعوا لتنظيم هذه الورشة. إن دل هذا على شيء إنما يدل على الاهتمام الكبير بهذه الشجرة، شجرة الزيتون، وبهذا المنتج. نعم إخوتي أخواتي، حينما نتحدث عن شجرة الزيتون ويكون عنوان لقائنا هو شجرة الزيتون، هذا إن دل على شيء يدل على أننا بالفعل شعب مرتبط بتاريخه وتراثه ودينه. فهذه الشجرة يتقاطع فيها الخطاب السماوي مع أناشيد رموز هذا الوطن وحضارة هذا الشعب وتاريخه. أليس الله عز وجل حينما قال في كتابه العزيز الكريم واصفا بركة هذه الشجرة حينما قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يضيء من زيت، يضيء من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء وإن لم يمسسه نار، صدق الله العظيم. وأيضا ها هو شاعر الوطنية الفلسطينية محمود درويش الذي تغنى بكل تفاصيل وفي كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولم ينسى أيضا ولم يذكر شجرة الزيتون، فهو أيضا قال: لو يذكر الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا، حتى قال: سنبقى في الزيتون خضرته وسنكون للقلاع درعا. نعم، هذه الشجرة بالبعد الديني والعقدي وبالبعد الثقافي وبالبعد الحضاري هي شاهد على حضور على تراث هذا الشعب وعلى موروث هذا الشعب في هذه الأرض. من هنا استمدت أهميتها، ومن هنا كانت دائمة حاضرة في وجدان وفي ضمير كل الشعب الفلسطيني، حتى باتت تعرف بأنها شجرة فلسطينية بامتياز، كما البعض يرى بأن شجرة النخل هي شجرة عربية بامتياز، وشجرة الزيتون هي شجرة فلسطينية بامتياز. أليست هذه الشجرة هي أيضا معلم مهم من معالم الهوية الوطنية الفلسطينية؟ وأيضا هذه الشجرة أليست أيضا شاركت الشعب الفلسطيني بسقوطه على الأرض، وتعرضت له ما تعرض له هذا الشعب من قتل ومن تهجير، من قتل ومن قهوة ومن قلع؟ نعم، هذا الشعب تعرض لمحاولة اقتلاع، وشجرة الزيتون في كل يوم نرى أنها تتعرض أيضا لعملية اقتلاع جديدة. لهذا السبب إخواني أخواتي، هذه الشجرة أيضا مقوم أصيل في الاقتصاد الوطني الفلسطيني حينما نريد أن نتحدث عن الاقتصاد الوطني الفلسطيني. ولكن أيضا نحن ليس في جزيرة منعزلة، نحن أيضا في مجتمع نتعرض ونتأثر بكل المتغيرات، وعلى وأهمها أيضا المتغير المناخي. فوجدنا في الأيام في السنوات الأخيرة أن شجرة الزيتون بدأت تتأثر بآفات جديدة قد تكون جديدة علينا جميعا، وهذه الآفات أصبح من المطلوب أن يكون لها حل، حتى بالفعل لا يكون هناك الإنتاج تأثير سلبي على الإنتاج الوطني من زيت الزيتون. من هنا لابد لنا أن نشكر الإخوة جميعا القائمين على هذه الورشة لاهتمامهم بهذا الموضوع. هذا يدل على شيء، يدل على الاهتمام وعلى الأولوية التي تحظى بها شجرة الزيتون. نشكركم جميعا على هذه الورشة التي نأمل إن شاء الله أن تكون مخرجاتها تصب في صالح هذا المنتج، ونحافظ عليه ونطوره. شكرا لكم جميعا، ونأمل إن شاء الله التوفيق للجميع. السلام عليكم. وما أهمية هذا اللقاء
شجرة الزيتون المباركة التي باركها الله وذكرها في القرآن الكريم. وما هذا الحضور الطيب اليوم بهذه الكثافة، والتي أعتبرها أنها يعني لقاء يعني يهتم فيه هذه الشرائح من جميع فئات المجتمع ومن جميع كمان فئات العمرية، إلا دليل قاطع على أهمية هذا اللقاء. شجرة الزيتون المباركة التي جميعنا يعلم بأهميتها الاقتصادية وأهميتها القومية في نفوسنا. نقول دائماً عندما تصبح شجرة الزيتون هي صراع إسرائيلي فلسطيني، فهذا هو أهمية لهذه الشجرة بحد ذاته. فهم دائماً يصرون بل ويتعمدون قطع أشجار الزيتون، وكأنهم يريدون اجتثاث هذه الشجرة التي هي رمز للعطاء الفلسطيني، وهي رمز للبقاء الفلسطيني على أرضه. دائماً عندما نصف أننا متجذرون في هذه الأرض نقول نحن متجذرون في هذه الأرض كشجرة الزيتون، وجذورنا باقية على أرض فلسطين كشجرة الزيتون. فهذا دليل واضح على تمسكنا بهذه الشجرة المباركة. ونحن كوزارة التربية والتعليم عالي أخذنا على عاتقنا دائماً الاهتمام بالزراعة، لما له من أهمية وطنية تنموية في داخل نفوس طلبتنا. فالانتماء للأرض سواء كان شجرة زيتون أو غيرها، لكن الاهتمام الكبير يكون دائماً في شجرة الزيتون. ولكن عندما نعلم طالبنا الانتماء لأرضه ونعلمه كيف يغرس الأشجار سواء داخل مدرسته أو في أعمال تطوعية خارج أسوار المدرسة وبالتعاون مع المجتمعات المحلية في المدينة وفي قراها وفي ضواحيها، هذا أيضاً أخذناه على عاتقنا كوزارة التربية وتعليم عالي. نحن دائماً نقول إنه الطالب عندما يغرس الشجرة يحافظ عليها. دائماً نعلم طالبنا أنت مزروع في هذه الأرض كشجرة الزيتون، لذلك ستنمو معه هذه الأفكار وسيورثها لأبنائه من جيل إلى جيل. علمنا معلمنا أننا باقون على هذه الأرض كما هي شجرة الزيتون، وبالتالي عندما أكبر سأعلم أبنائي بأنهم يجب أن يكونوا متجذرون على هذه الأرض كشجرة الزيتون. هذه الشجرة مهما قلنا عنها نكون مقصرين في حقها بمزاياها الاقتصادية، فهي تعد ثاني صادرات فلسطين إلى دول العالم، فهي لها أهمية اقتصادية ويعتمد عليها الشعب الفلسطيني في زاده وفي أيضاً اقتصاده في موارده المادية. فعندما تصاب محافظة طول كرم في العام الماضي بآفة زراعية صابت شجرة الزيتون، أنا رأيت الجميع تأثر في هذا الحدث العظيم واعتبروه حدث كبير. وأنا أرى اليوم هذا التواجد، أتوقع كمان إنه الموضوع اهتم به الجميع، حتى إن شاء الله بيخرجوا من الورشة يكون عندهم إجابات على شو سبب هذه الآفة وشو بدنا نعمل، ما هي المواد الرش اللي بدنا نرشها، أمور أخرى. إن شاء الله اليوم الورشة بتخرج أو نهاية الورشة تخرج جميعا في إجابات حول تساؤلاتكم عما حصل لشجرة الزيتون في العام الماضي، تحديدا في محافظة أتوقع طول كرم أكثر من غيرها إن ما خيبني يعني معلوماتي.
أتمنى، أنا لا أريد أن أطيل أكثر لأنه حابين نسمع أكثر من ذوي الاختصاص. أشكر أعضاء المنصة المحترمين المتواجدين الكرام وأشكركم جميعاً على حضوركم. أتمنى التوفيق لهذه الورشة، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات معالي وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان، شاكراً لكم مشاركتكم في هذا اللقاء المهم، في هذا الصرح العلمي الشامخ الذي نفتخر جميعاً برئيسه وأعضاء هيئته التدريسية. واسمحوا لي قبل أن أتحدث عن فحوى هذا اللقاء أن أوجه رسالة عز وفخار إلى جميع مزارعي فلسطين ذوي السواعد السمراء الذين نعتبرهم خط الدفاع الأول وأساس الحياة والصمود على هذه الأرض والدفاع عن ترابها الطاهر من براثن الاحتلال الإسرائيلي. فمهما دمر الاحتلال سنبقى صامدين مرابطين على هذه الأرض المباركة فلسطين. الأخوة الحضور، اليوم وفي هذا اللقاء سنتحدث عن قطاع الزيتون وآفاته، حيث أننا نود أن ننوه إلى أن وزارة الزراعة ومن خلال استراتيجياتها المعنونة بصمود وتنمية مستدامة وبالشراكة مع جميع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والداعمين لهذا القطاع والذي تولي فيه اهتماماً كبيراً للتركيز للنهوض بهذا القطاع ضمن أهداف الاستراتيجية الخمسة والتي ترتكز إلى تعزيز صمود المزارعين في المناطق المهمشة والمناطق المسمى أكثر مسمى جيم، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الموجودة وتعزيز دور الفرد والمزارع الفلسطيني في تنمية هذا القطاع. إن لقاءنا اليوم هو لقاء مهم يعكس التعاون ما بين القطاع الحكومي والممثل بوزارة الزراعة والجامعات الفلسطينية والمؤسسات العاملة أيضاً في القطاع الزراعي، والذي نأمل أن يكون استكمالاً لسلسلة من النقاشات واللقاءات التي ترتكز فيها على المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي لإيجاد حلول جذرية وتطبيقية تخدم في المقام الأول مزارعنا الفلسطيني. كما تعلمون يا إخوة أن شجرة الزيتون هي عنوان الصمود والتحدي في فلسطين، والتي تشكل ما نسبته 57% من مساحة الزراعات البعلية الموجودة. وقد واجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة العديد من المشاكل التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على مزارعنا الفلسطيني: التذبذب في تساقط الأمطار، التغير المناخي، ظاهرة تبادل الحمل في محصول الزيتون كان سببا رئيسيا أيضا في التقليل من الإنتاج. وقد زاد الموضوع أيضا خطورة في ظهور بعض الآفات التي لاحظنا منذ العام الماضي أنها بدأت تسبب جزءا من هذه الخسائر إلى مزارعينا الكرام، والتي بدورها أخذت على عاتقها وزارة الزراعة وبالتعاون مع كافة المؤسسات للبدء بإجراءات للحد من هذا هذه الآفة وهذا الموضوع. الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة تكمن في الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية وأيضا في وقاية النبات. واسمحوا لي أن أعرج بسيط يعني قليلا عن وقاية النبات وما هي أهميتها في هذا المجال، حيث أنها هي الجزء الداعم للإدارة العامة للإرشاد الزراعي في توصيل المعلومة الصحيحة للمزارعين من أجل مكافحة الآفات والتقليل من أضرارها. وقاية النبات تلعب دوراً حيوياً في حماية الإنتاج الزراعي والنباتات، وذلك من خلال اللوائح وتدابير الصحة النباتية التي تحول دون انتشار ودخول الآفات إلى الأراضي الفلسطينية، توفير كافة متطلبات التجارة الدورية والاتفاقيات ذات العلاقة بوقاية النبات، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة هي الجهة المختصة بتسجيل المبيدات الزراعية وإدخالها إلى هذا الوطن. منذ العام 2014 كان هناك نقل نوعي فيما يتعلق بهذا المجال، وهو تقييم وضع الصحة النباتية الموجود في فلسطين، وكانت هناك بعثة دولية تحت إطار الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ومساعدة الفاو، حيث كان هناك تقييم للوضع الصحي، دراسة ما هي نقاط الضعف، ما هي نقاط القوة في هذا المجال، وكانت هناك مخرجات. هذه المخرجات هي كانت وجود
الخطة الوطنية للوقاية النباتية أو الصحة النباتية، والتي تعتبر بمثابة الطريق للبدء في مكافأة في ووضع الصحة النباتية في فلسطين. من أهم مخرجات هذا الإنجاز كان هناك تعديل الأنظمة والقوانين، إيجاد قانون للصحة النباتية، تأسيس مختبر الصحة النباتية المركزي والمتواجد الآن موجود في جنين، وهذا إن شاء الله كان هناك مذكرة تفاهم بيننا وبين المركز الوطني للبحوث الزراعية للبدء بتشغيله هذا العام، وتم افتتاحه من دولة رئيس الوزراء. الأخوة الحضور، لا أريد أن أطيل، هناك تحدي كبير مع الاحتلال، ويجب أن يكون هناك تضافر الجهود، وهو عامل مهم لحماية القطاع الزراعي والحفاظ عليه على هذه الأرض. في النهاية أود أن أكرر جزيل شكري للقائمين على هذه الورشة، وأتمنى أن تكون مخرجات الورشة تنفع المزارعين، وأن يكون هناك خطة مستقبلية للشراكة الحقيقية ما بين وزارة الزراعة والجامعات الفلسطينية والبحث التطبيقي الذي نحن بحاجة إليه مستقبلا. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. دكتور يامن حمدان، عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري. حقيقة نحب ننظم هذه الورش اليوم للاطلاع على مشاكل القطاع الزراعي، خصوصا اللي واجهها خلال العام الماضي، وأهمها اللي هي الآفة اللي كانت موجودة من قبل ولكن ظهرت وأثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي وعلى موسم الزيتون، واللي هي ذبابة أوراق الزيتون. بالإضافة إلى أن هذه الورشة تيجي تحضيرا للمؤتمر الدولي اللي احنا بنعقده عادة كل 3 سنوات، واللي هو راح يكون السنة في شهر 11 اللي هو المؤتمر الرابع الدولي. فبالتالي حنأخذ بعض المشاكل اليوم إن شاء الله خلال الفترة من هلا شهر 11، نحاول نعمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل لعرضها في المؤتمر القادم، ونتمنى إن نقدر إن نعالج المشكلة اللي هي ظهرت حاليا. طبعا حل المشكلة حيكون بالتعاون مع وزارة الزراعة مع كل أطراف اللي بتهتم بالقطاع الزراعي بشكل عام وبقطاع الزيتون بشكل خاص. هاشم براهمي، المدير العام للإغاثة الزراعية في فلسطين. هذه الورشة تأتي في سياق عمل واستراتيجية الإغاثة الزراعية في تطوير المصادر الطبيعية وتطوير الموارد الطبيعية الفلسطينية، بحيث تعمل الإغاثة الزراعية ومنذ أن تأسست على تطوير كل ما يلزم لتحسين وضع المزارع الفلسطيني وإمكانياته للوصول إلى السوق. ومن هنا جاءت هذه الورشة لتلبي حاجة شجرة الزيتون، والتي هي مرتبطة بوجودنا الفلسطيني في العام الماضي. ومن خلال زياراتنا الميدانية استشعرنا الحاجة للبحث في موضوع آفات الزيتون، والذي كان في محافظة طول كرم. هذه المحافظة كان موسم الزيتون فيها والشمال عموما كان في تراجع كبير في الموسم، وعند البحث تبين بأن هناك بعض الآفات والمتعلقة بذبابة الزيتون وغيرها من الآفات. فكان الحديث مع زملائنا وشركائنا في جامعة خضوري وجامعة النجاح ومحافظة طول كرم بأن نعمل على التأسيس لنشاط علمي تنموي من شأنه أن يحدث أثرا على هذا المنتج الفلسطيني الاستراتيجي.